في أغرب طلبية في العراق حتى هذه اللحظة، آملو ديليفري يصاب بالذهول والصدمة بعد تلقي مكالمة هاتفية من شخص ما طلب منه أن يرسل طلبه إلى مكان ما. الغريب في هذا الأمر أن المتصل لم يطلب وجبة شاورما ولا همبرجر ولا بيبسي ولا أي شراب آخر، أو لم يطلب حتى حاجات بسيطة عينية لغيره أو له، بل طلب من عامل الدليفري أمانة ثقيلة قد لا يصدقها العقل ويستغربها عدد كبير ممن سوف يسمعون ما طلبه هذا الشخص. فما الذي تتوقعون أن يكون هذا الطلب من عامل الدليفري؟ لنتابع. طلبية ب 15,000 دولار، منو أني دليفري؟ شنو منو أني؟ والله خبر ما واحد هسه قال لي عندي طلبية. شنو طلبية؟ أبا عندي أمانة وصل لي إياها 15,000 دولار، يعني دفتر ونص. أنا ما اقتنعت بس قلت خل أروح. المهم رحت بار، قسما بالله دفتر ونص. يمكن راح أروح على المعارف، بس الدنيا ديال ماكو معارف هسه. ما أروح لا والله الأمانة همشي. المهم مو هذا موضوعي، موضوع تدرون وين؟ قال لي شقد الكرو؟ قلت له 7,000. قال لا 5. لك دازو هاي دفتر ونص، هاي طبيك هسه دفتر ونص، لك هسه اعطيك حظر. واذا تعرفني، واذا قلت لك تعرفني تقول لي اعرفك، عادي اعطيك حظر. والله داز وياي دفتر ونص 15,000 دولار، اتعاملني على 2000، اعيط بك هسه. طلبيه ب 15,000 دولار، منو اني دليفري؟ شنو منو اني؟ والله خبر ما واحد هسه. اذا طلبيه ب 15,000 دولار، يعني دفتر ونص، وين صايره هاي؟ عامل الدليفري هذا شكك بصحة المكالمة الهاتفية وظن أن هناك من يمازحه بهذا الطلب الغريب، وهناك ربما من يحتال عليه، لكن ومع ذلك ذهب للرجل واستلم المال منه وأرسله إلى الشخص المعني. العامل عبر عن دهشته من هذا الموقف واستيائه بنفس الوقت من التعامل معه على أجرة التوصيل، قائلا تعاملني على 2000، أعيط بيك هسه. فكيف تفاعل معه الذين شاهدوا مقطع الفيديو وكيف علقوا وماذا كتبوا؟ نبدأ من تعليق آيس. تقول في تعليقها: ليش تصور قدام الناس لحد يشوفك وياخذوها منك؟ شي خلصك هاي 15,000 دولار، مو حي الله، فعلا موقف غريب. تعليق ومداخلة من عبد الرحمن: صراحة أنا أعرف خدمة الدليفري لتوصيل الأكل مو الفلوس، معقولة؟ زين شلون وثق بي وهو ما يعرفه؟ أظن أكو جزء من النص مفقود والأخي دور طشة. تعليق آخر مداخلة من داليا: عمي العراقيين صاروا زناقين ومنو قدهم، هاي تلاقيها فاشينيستا لو زوجة سياسي، والله رازقهم وخير من الله، ولو 15,000 دولار وإن سرقها أبو الدليفري ما تهمهم، تروح يجي غيرها. سنة العبيدي تقول، تبدأ بضحك: كل شي شفت وسمعت إلا توصيلة فلوس ودولارات، هاي ما تصدق، بالعافية عليك، والله يزيدكم من نعيمة. بس صدق خطرة المرأة الجاية، لا تصور الخطرة المرة الجاية، لا تصور هي شي تندم عليه. تاريخ مفاد الشمري: تجيبها واني اشهد وياك، ما منطيك احد فلوس هسه، يطقونك بعين، شلك بهيش ورطة، لو اني منك ما استلهم ودوخ راسي، شبيها وجبة البيض والبيتزا، اوصلهم واخذ كروتي وبالي مرتاح والحمد لله. على المدني: اني الصبح دزبيدي 3 دفاتر بس كروتن 10,000، وبعدين ليش مستغربين؟ ترى اكو ناس والله ترسل هيش مبالغ والشوارع متروسة كاميرات، اللي يلعب بذيلة القوات الأمنية تجيبه.